إذن كل الأمنيات والتوفيق نتمناها إن شاء الله تعالى لمنتخبنا الوطني في لقائه اليوم في بدء هذه المرحلة الأولى من أيضا هذه المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني والصين تايبي. ومطلب الجمهور هو مطلب مهم كالعادة، وهو الرقم الصعب والعلامة الفارقة، وهذا أيضا ما يطلعنا عليه الكابتن فيصل بن عبد الرحيم البلوشي المشرف أيضا على رابطة جماهير المنتخب الوطني لكرة القدم، معنا على الخط عبر اتصال هاتفي. نرحب بك كابتن فيصل. بكل تأكيد نحن أيضا سنكون على موعد مع هذا اللقاء المنتظر منتخبنا الوطني أمام الصين تايبي، كيف تطلعنا على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجماهير العمانية التي ستكون حاضرة متواجدة إن شاء الله تعالى اليوم؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل طاقم العمل وكل المشاهدين. أنا أقول اليوم مساء الفوز بإذن الله، انطلاقة جديدة للأحمر العماني في هذه التصفيات، وبإذن الله بنكون الرقم الصعب بإذن الله. دائما متفائل بهذا الأحمر الكبير حقيقة، جماهير السلطنة بتكون حاضرة وبقوة، وهي الداعم الرئيسي والرافد القوي لمنتخبنا الوطني بإذن الله. نعم، كيف هي آخر الاستعدادات فيصل بالنسبة لكم أنتم كرابطة، بالنسبة للجماهير غيرها من المبادرات والأمور اللي يعني تضعنا إن شاء الله تعالى في قلب الحدث؟ الحمد لله رب العالمين، تم التنسيق في خلال الأسابيع الماضية مع الاتحاد العماني لكرة القدم على رأسهم الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد، وأيضا نائب رئيس الاتحاد العماني الشيخ نائب رئيس الاتحاد العماني محسن المسروري محسن المسروري، وايضا الامين العام محمد اليحمدي. حقيقه جلسنا مع بعض وتم التنسيق في خلال كيف دخول وخروج الجماهير والتسهيل، والحمد لله رب العالمين اطلعنا على الفتره الماضيه على كل الامور هذه، فتم الاتفاق على انه ان شاء الله الجمهور يكون له دخول للتغذية، أيضا المياه سابقا كانت غير متواجدة، لكن الحمد لله هذه الصعوبات قامت تذلل حقيقة أمام للجمهور العماني، فالحمد لله كل الشكر لهم. أما اليوم كرابطة منتخبنا الوطني، اليوم حسونا برنامج بكون أنه في قرار سابق من الاتحاد العماني بإيقاف روابط التشجيع، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية غزة، نسأل الله لهم الفرج القريب بإذن الله. الترتيبات اللي سويناها نحن في خلال الفترة الماضية واليوم إن شاء الله بتكون لأول مرة في عمان، إن ما بتكون هناك في آلات موسيقية أو خشبية للهزيج العمانية، لكن بناخذ من منطلق آخر إن بتكون الموارد البشرية هي اللي بتكون هي اللي يعني كلنا بنشجع المنتخب بالحناجر. أيضا هناك في هتافات باسم جلالة السلطان الله يحفظه، ايضا لعماننا الحبيبه وباسماء اللاعبين، كل اسم الجمهور كلهم بيهتفوا، بنبدا من الحارس للمهاجم. فهذه لاول مره بتحصل. ايضا عندنا فعاليه هي رفع الاعلام واحتفاء بالعيد الوطني 53، هذا اليوم يوم العمانيين فرحتهم في هذا اليوم، فنحن نستهل هذا الأمر في الدقيقة 53 بإذن الله. بنرفع الإعلام، وأيضا هناك في علم كبير، علمين إن شاء الله بيكونوا بيمشين فوق المدرجات، أيضا نهتف بالنشيد الوطني. فهذه أشياء بسيطة ولكن هي جديدة علينا، لأن نحن كنا متعودين بس فقط على أنه يكون الهتاف عن طريق الأدوات الخشبية والموسيقى. كابتن فيصل، تتوقع حضور جماهيري راح يكون متواجد بحكم أن هناك ربما كان حديث عن موضوع التذاكر أو قيمة هذا التذاكر، مع أنه وأيضا ربما يكون أيضا موضوع متعارف عليه بالنسبة لبعض الأسعار الخاصة بتذاكر حضور المباريات، هل ستؤثر على الحراك الجماهيري الحضور الجماهيري في مباراة اليوم على أيضا المباراة بحكم أنها ستكون مع الصين تايبي وهي ربما تكون سهلة على الورق؟ هي سهلة على الورق، ولكن في أرضية الملعب كل شيء جائز في كرة القدم. كرة القدم يعني هي مثل تتوقع حضور إن شاء الله. شوف في خلال الفترة الماضية، يعني في خلال الساعات الماضية أو اليومين الماضيات عن طرح التذاكر، يعني ممكن في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير يتساءل هل بيكون تذاكر هل ما بيكون.
التذاكر هي شويه عندنا احنا مشكله فيها. انا اتوقع انه ما بيكون الزحف الكبير، يعني انه الملعب كله بيمتلي، لا، ولكن انا اتوقع يعني بحدود 7000 8000 بكون انه اليوم طرح التذاكر جه متاخر حقيقه، لابد انه يتم طرح التذاكر قبلها بفترة. يمكن ب 20 يوم، هي قبل فتره على والترويج الصحيح. اليوم الاتحاد العماني الجميع يلوم الاتحاد على انه ليش ما نزل بسرعه. شوف، اي هيئه حكوميه هي تنزل، هي قائمه على المنتخب وليس للترويج. هنا دور المؤسسات الاعلاميه، دور ودوركم انتم كرابطة ايضا، ودورنا، واليوم دورنا نحن كرابطه. الحمد لله ان اليوم تواصلنا مع كل مجالس السلطنه، تم التنسيق معهم في فتره بسيطه، يعني في خلال ال 15 ساعه او 20 ساعه. الحمد لله اليوم ناس جايين من مسندم، جايين من صحار، جايين من الظاهره، جايين من صلاله، جايين من الشرقيه، من جميل. كل الاقطاب. طلبنا ان اليوم لابد، اليوم وطني، لابد ان الجميع يكون حاضر. الحمد لله في خلال الساعه الماضيه الصباح الجميع حقيقه يعني جاهزين على انهم يكونوا حاضرين، وانا اتوقع انه بيكون اليوم حضور قوي ان شاء الله. نحن نتمنى لكم كابتن فيصل كل ان شاء الله تعالى المنى والتوفيق، وفعلا مثل ما عودتونا دائما وابدا تكونوا حاضرين ايضا في هذه المباراه، وان تكون ايضا الجماهير العمانيه حاضره متواجده في مجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشهر. اذا مباراه منتخبنا امام الصين تايبي في تمام الساعه 7 ستكون منقوله بكل تاكيد على عمان الرياضي. يسبقها استوديو تحليلي، شكرا جزيلا لك فيصل بن عبد الرحيم البلوشي المشرف على رابطه جماهير المنتخب الوطني كرة القدم. نذهب بكم إلى بانوراما الصحافة كمحطة من محطات الحدث، نبدأها مع ما تناولته صحفنا المحلية من أخبار وقضايا سلطت الصحف على آخر تحضيرات منتخبنا الوطني استعدادا للمواجهة الأولى أمام الصين تايبي مساء اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 26 وأيضا 27 بأمم آسيا، والتفاصيل من خلال هذه القراءة.